عودة إلى متابعة عالم صباح ورشة ملح بالختام. بدنا نشوف وين صار المات كيك وبدنا نقصه طبعا ونزينه ونرجع على أول وجديد ورشة ملح. عن جديد صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. لكن نحن عم نحضر المات كيك. المات كيك جاهزة رح فرجيكم إياها ورح نسكبها بالقالب. ولكن هلأ بعد نتيجة هيدا حضرته قبل بوقت هيدا الكيك رح يصير عندكم هالنتيجة هيدا بعد ساعة ونص من الخبز على حرارة 160 درجة. وما تنزعل الديكور يا جوزيف لأنه بدك تشد عليها. هلأ أنا عم زبط لك الديكور. بدك تشد عليها تتعمل وردة فيها. يلا هاي وردة خلص لح أقبلون. أوكي هاي النتيجة اللي حتكون تشوفوا المات كيك. رح نقصه ثلاث طبقات. بدك تحشي شوكولا؟ بدي احشي شوكولا اوب وبدي اكسر كمان معي اجباري لانك رققتها يمكن لانه بعده ما برد مزبوط. اوكي بينحط بالبراد ولا بيضل برات البراد؟ بينحط بالبراد لكن ما في وقت كتير ما بيأثر. نحن هلا هيدي ثلاث طبقات موجوده عندنا. اوكي رح نجيب صحن. هاي الطبقه ما بدنا اياها. ما بتحطها على الوجه؟ ايه الوصفه هيدي بتعطي تقريبا قالب 25 سنتي ل 8 او 10 اشخاص. نعم. هي رح نحطها على جنب ونجيب صحن ثاني تنحط عليه. هاي الصينيه هلا بدك ملعقه طبعا فيصل. ايه رح تحط شيء مشمش بقلبه؟ لا فينا نحط بأول طبقة مشمش. أول طبقة فينا نحط لها مشمش. أوكي رح بلش بهاي الطبقة. بدك أحط لك شوكولا؟ وفينا الطبقة الثانية نحط فيها شوكولا. هلا أوكي بس لا بعد حط بعد أكيد ما تكون بخيل يا جوزيف. بزيادة 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 لأنه كتير ليكويد. لا سوري قلت لي كلمة ما عجبتني أبدا رح أحط كل الجوط. ما في مشكلة ما في مشكلة حط كل الجاط في عندي بعد في عندي بعد جوا. يلا حطينا القناش. عارفك كريم بس انه ما نخلي شوي للطبقة الثانية. يلا في هونيك. اوكي لكن هاي الطبقة الثانية رح نكبسها. اوكي هون شو بدك تحط لها؟ اوكي هون نحن رح نحط مربى طبقة مربى المشمش طبقة صغيرة. هون استعملت انت مع كل كيلو نص كيلو يعني لانه بعده المشمش لا حتى لو المشمش مستوي بعد السخن مثل ما شايفين. أي. المربى المشمش ما شرط بس انه بيطلع كتير حلو وتقيل. أوكي. وما بيتاكل يعني قد حلاوته القاسي. نعم هلا تالت طبقة فينا نحط فوقها قناش كمان بدك؟ ما في مشكلة شوي بزيادة بزيادة. انت كتير كريم يا جوزيف. يلا عشان ما يطيروا كلهم هلا عم ينتزع القالب. اوكي لكن هاي الطبقة اللي كانت بالكعب صارت على الوجه صارت على الوجه. اوكي هلا بدنا نعمله نحن بدنا نحط شوكولا على جنبه. بدك تغلفه هلا نغلفه شوكولا بس بالسباتيل قبل ما نلبسه ونحطه بالفريزر لحظات. قلت لك شو لك الملعقة هالطريقة. هي هيدا نفسه القناش اللي عمل هيك وجمد؟ هيدا لا شوكولا على الحل. شوكولا هيدا بلين شوكليت. نحن رح نعمل اكيد عم نعمل طريقه يقدروا يعملوها بالبيت. هالطريقه طيبين؟ ايه طيب شوكولا كثير. هذا شوكولا مع كريم فريش؟ شوكولا مع كريم فريش.
هيدي طريقة الجناش مثل ما شايفين عم بتلبس، ولكن هلا لا يجمد بده ينحط بالفريزر. طبعا نحط بالفريزر، رح نرجع نعمل له طبقة صغيرة بهالطريقة هيدي تلبس على فكرة ما في مشكلة هيك كمان. هاي الوردة لا بكير بعد هلا بكير على الوردة بكير يا وردة يا جوزيف الله يخليك. شو بدك تحط عليه بعد؟ هلا بنفوت على الفريزر رح نسكب المات كيك ورح اقول لك شو رح نعمل بعدها. اوكي هلا نحن هون عنا الميكس. فإذا هيدي العجينة اللي كان قبل ما ينعمل الكيك، هيدي العجينة وهي رح ذكر فيها يا جوزيف اللي هي 625. إذا فينا نرجع نحط المقادير على الشاشة إذا في مجال. 625 ملي من المي، حطينا فوقهم 250 من الشوكولا المر، وحطينا 500 من الزبدة، 700 من السكر كانوا بعدهم على النار من بعد ما تفككوا، أكيد طفينا النار كرمال ما يحترق الشوكولا، وحطينا 530 من الطحين، 65 جرام من الكاكاو، 75 من بيكربونات الصودا، و رح نحطهم بالقالب. ما في بيض ابدا؟ في 6 بيضات. اوكي عم بقول كيك يعني مش معقول يكون بلا بيض. في كيك بلا بيض، في كيك بلا بيض اللي بحب، في كيك بلا بيض فينا نعمله اللي بحب. في وصفات لايك اس اون ذا بيج شيف فيصل عريدي. هلا اول شيء طبعا البيض بينخلط مع السكر بالبدايه. البيض بينخلط لحاله لحاله، خلطنا البيض لحاله، خلطناهم بس ما كثير. اي وبعدين رجعنا من بعد ما خلطنا البيض لحاله حطيناه فوق المزيج اللي هو مي كاكاو سكر زبده، يعني صارت عندنا تقريبا مثل طريقه الجناش، وحطيناهم بالمكنه، ضفنا البيض المخفوق فوقهم، واخر شيء فككنا بيكربونات الصودا ال 75 جرام مع المي وحطيناهم فوقهم. صار عندنا حطيناه بقالب، اكيد رشينا زبده او اويل سبراي اللي بدكم اياه ورشه طحين، ورح يفوت على الفرن على حراره 180 وبنرجع بننزل لل 160 150 لمده 80 دقيقة أو ساعة ونص. القد بده بياخد وقت كتير. يعني هيدا القالب أخذ معي تقريبا شيء بس هتحط له تحت طبقة تانية بالصينية حتى ما يلزق كعبه أو حتى صحيح. ما يسود. مثل العادة، شكرا على التذكير جوزيف، مثل العادة نحن بنحط طبقة تانية مع الصينية مع هالقالب لأنه الغاز على طول قوي وبيلدع من تحت أو بيحترق. أوكي. هلا آخر 10 دقايق أو 5 دقايق فينا نخلي طبقة فوق إذا في عندنا نار من فوق. نخلي طبقة فوق، نطفي النار من تحت ونحط النار من فوق وننشفه، وأكيد على طول يعني بشيش الخشب أو شيش اللحمة فينا نقفر إذا استوى أو لا. هلا بالفريزر صار جاهز ولا؟ هلا بالفريزر بده بتصور وقت أكثر شوي يمكن كمان. الفريزر بده وقت شوي مزبوط. مزبوط بياخذ شوية وقت زيادة هو تيجمد. هلا الكيك سخن كل شيء سخن فيها. ولكن لا تقريبا ماشي حاله مقبول. فينا نعمل نحن هالطريقه هلا عنا نحن بعد من الجناش الموجود هون رح نلبسه طبقة جناش تركه على حرارة الغرفة. هيدي بتلبسه على الجوانب كمان صحيح بالطريقة هيدي بينزلوا من تحت بالضبط. اوكي بس انا بحبز اكتر اذا معكم وقت سكروا الجناب كلها سوا. اوكي بهاي الطريقة هيدي نحنا نتركه أكيد كرمال نرجو شوي كرمال. هلا كمان بياخد وقت هو يا بالبراد يا بالفريزر حتى لي ينشف.
وطبعا بيتزين رح نزينه هو هيك لانه اكيد رح يصفي الجناش المعلق عليه، وبس نحطه وقت اكثر بالفريزر او البراد بيكمش عليه، نسميها تلبيسه الجلاساج او الغطاء الشوكولا. اكيد في وصفات كثيره من هال نسميها غطاء الشوكولا، ولكن رح نشوف هالورده اللي عملها ابو زوز، رح استعملها وعدتك يا جوزيف. بهالطريقه نحن مذوبين شوكولا، حاطينهم بالبوله مثل ما شفتوا، بتلف منشان ما نزعل جوزيف. لا انا من تاني ميل، انا ورطي احلى من ورطتك طبعا. شوف هيك، هيدي بيتال عملها جوزيف. طيب فينا نحطها فوق جوزيف ولا لا؟ مطرحه بدك. طيب اوكي، فينا نرش لها رشه، شو رايك، سكر بودره؟ ها ايه طبعا، بده شيء ابيض، كثير صار اسود قلتوا، كثير صار اسود. وهيدا سكر بودره، رح نعطيه رشه صغيره. اها طالع كثير حلو. وبتعرف فينا نعمل شغله، كونه في مربى المشمش، حط له مشمش من فوق، حط له حبه مشمش، حبه لوز بقلبها، ما بده الا يتاكل. حبه يلا لوز شباب قربوا. هيدي وصفتنا لليوم، واللي بحب يشوف الوصفه والفيديو لايك اس اون ذا فيسبوك شيف فيصل عريدي او تويتر شيف فيصل العريدي. ثانك يو لك شيف. في شيء بس بدي اقول له انه بشوفهم الاحد الجاي انا. الله راد، بنشوفك الاحد. شكرا لكل المشاهدين، انا بقول لكم عالم صباح اليوم كان حافل وغني، بنلتقي فيكم بكره بعالم صباح جديد يوم الاحد بفقرات مختلفه كمان طبعا بكون سبيسيال. لكل المشاهدين بذكركم انه بالنسبه للحمله اللي نحن قايمين فيها واللي هي حمله عالميه مع الامم المتحده اللي هي فكر كول ووفر، فيكم اليوم نصيحتي اليوم انه الاكل اللي تطبخوه بالبيت اذا بقي منه بقايا فيكم تثلجوها ترجعوا تستهلكوها وتاكلوها بيوم تاني، بتكونوا اشتقتوا للطبخه هيك اكثر. بنوفر على الجيبه، بنوفر على الصحه، ونوفر على البيئه والمواد الاوليه والطبيعيه. لكل المشاهدين بودعكم بكره بتوقيت بيروت الساعه 10، بنكون معكم بعالم صباح جديد. الى اللقاء.